يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة لديه، فعقب الغزو الروسي لأوكرانيا يبدو أن العين أصبحت على غاز البحر الأبيض المتوسط. مجلة ليزيكو الفرنسية كشفت أن الكيان الإسرائيلي سيبدأ تصدير الغاز إلى أوروبا بعد 18 شهرا عبر مصر. وشروع الكيان بتصدير الغاز إلى أوروبا أتى بعد ضمانات تلقاها مدير شركة أنرجين بأن حقل كاريش من ضمن المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية. وقت مدير الشركة بيقول انه انا عندي ضمانات، بصير انه بدك تسال مين عطيها الضمانات. اذا الحكومه الاسرائيليه عطيته ضمانات، يعني حدا عاطي الحكومه الاسرائيليه الضمانات. اذا الامريكاني عاطي للحكومه الاسرائيليه ضمانات، يعني اخذهم من حدا، يعني اخذهم من الدوله اللبنانيه. اليوم مفروض نحن نعرف مين اللي عاطي الضمانات للحكومه الاسرائيليه عبر الامريكي تتقدر شركه انرجين تشتغل وتبلش الانتاج من حقل كاريش. وبالتالي اليوم كاريش رح يساهم بانه تنويع الاقتصاد اللي عم تفتش عليه اوروبا لتقدر انه تتخلى عن الغاز الروسي وتقدر انه يصير عندها مصادر غاز اخرى. في هذا الوقت يتلهى الحكام اللبنانيون الذين وصفهم السفير الاسرائيلي اوداد ايران في حديثه الى المجله الفرنسيه عينها بالاغبياء او المجرمين في تقاسم الحصص وتسجيل تنازلات كبيره عن حقوق لبنان البحريه. اعلى مرجعيه بالحكومة اللبنانية أو بالدولة اللبنانية اللي هو مسؤول عن الملف، أي رئيس الجمهورية، قال إنه هو بيتبنى الخط 23، إنه هو هيدا خطنا، وإنه ما في أي قواعد متينة للخط 29. بذات الوقت نحن بنعرف إنه من الأول رئيس مئاتي كان مع الخط 23، لأنه هو بيعتبر إنه هو اللي مضى على المرسوم 6433 بال 2011، ورئيس بري يوم هيك يوم هيك، ولكن انه نحن بنعرف انه هو على مدى 10 سنين كان متبنى الخط 23. وبالتالي اليوم ثلاث رؤساء الاساسيين بالدوله هن مسؤولين انه رح نفرط بورقه كثير قويه بالمفاوضات مع اسرائيل تنقدر نحصل حقوقنا حسب قانون الدوله. ترى المتخصصه في شؤون الطاقه لوري هيتيان ان لبنان اضاع فرصه كبيره في ان يكون الاقوى في مفاوضات ترسيم الحدود البحريه التي يبدو مصيرها مجهولا حتى الساعه، رامية الكرة في ملعب حكومة تصريف الأعمال لإصدار موافقة استثنائية من أجل تعديل المرسوم 6433 وحفظ حق لبنان في الخط 29.